مشاهدي شاشة قناة الشروق الفضائي في كل مكان، رمضان كريم، وصوموا وتفطروا على خير. ربنا إن شاء الله يتقبل الصيام والقيام وصالح الدعوات مثلما هي دعواتكم عند كل إفطار. ذهب الظمأ، تلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله. نسأل الله أن يثبت أجر كل القائمين على هذا البرنامج منذ سنواته الأولى وحتى هذا العام. هذا البرنامج الإنساني الخير الذي يبحث في حاجة الناس، في حاجة الإنسان السوداني أينما كان. هذه المرة نأتيكم من أقاصي أمدرمان، ونحن نبحث عن المتعففين لنعكس لكم أحوالهم وظروفهم، الذين لا يسألون الناس إلحافا. هؤلاء الناس وهؤلاء الشخصيات لن تجدونهم في أي مكان، لن يسألوا أحد، ولكن ظروفهم الله بها عليم. اليوم من ثورات من أم درمان في ضيافة أختنا الحكيمة، قصة جديدة من الكفاح، قصة من قصص الإنسانية والعمل الجاد. نزل الله إنه يعينها. الحكيمة هي أم لعدد من الأطفال وهم في مراحل دراسية مختلفة، وكعادة كل الأسر السودانية المتعففة تعمل في أكثر من مهنة لتعول أبناء بالرزق الحلال. الحكيمة تسكن في بيت ورثة، وزوجها مريض من سنوات بالتصلب اللوحي المتعدد في المخ، اللي عمل جلطة كاملة أدت إلى شلل. عدد من الحكايات الإنسانية ليوم الليلة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمه وأبناء ثبات أكثر في دروب الحياة. مع بعض نتعرف على قصة الحكيمة. مرحبا بك، رمضان كريم. الله كرمك، تسلم، الله يسلمك، سنة طيبين وصوم وتفطر على خير. إن شاء الله. والله أنا زوجي ده من 2014 عيان، وسافرنا مصر 2016 ولا سي، عندي 4 أطفال، وكنت ببيع ايس كريم، وما عندي دي فريزر، طلعتها دي ما قاعدة تجمد، والعيشة صعبة، هو بيحتاج لعلاج شهري. أسرع كده بتاعت 4 5 شهور ما ودينا المقابلة. 5 شهور ما قابل، بيقابل وين هون؟ بقابل في الصيف هنا، خاصة الدسوقي وشارع الشنقيطي، خصائص مخ وأعصاب. كان في المطار، والمطار بعيد، ما عندنا قروش للإيجار بتاع العربية، لكن بالشنقيطي هنا قريب، وممكن ركشة 2 3 4 بتدب الجبل، لكن المطار ده اللي قريب 15 والله 20 بس ماشي وجاي. دي مواصلات بس؟ دي مواصلات بس، يجي يسوقوا من البيت ويودوه هنا. وتكاليف العلاج كيف؟ الفحص والمقابلة والعلاجات؟ والله هي كل مرة ماشية زايدة. المقابلة كانت ب5، أسبقت ب15، ده غير الفحوصات، تاني ما عارف الفحوصات بكم، والعلاج كل مرة بيسووا لي علاج تاني. عنده علاج ثابت بياخد فيه كل والله فترة؟ عنده، لكن طول ما أخذ، بس من جبل سحبه بالضغط، وبالضغط لسه حاليا يعني الليلة اليوم ده ما عنده، الضرب ب300 ال10 يوم، ده غير حبوب التصلب اللي هو الفيتامينات البديلة لتعويض للجسم من السيولة، لكن دي الفترة ما خدي. هو أسئلة و5 شهور ما قابل. ما قابل. وفي مصر قابلته سنة كم؟ 2016. 2016 آخر مرة. آه. المفروض عنده مقابلة ولا خلاص مرة آه. واحدة؟ لا عنده مقابلة، المفروض نرجع، وما رجعنا، ادونا علاج، وهو أصلا من هنا الدكاترة قالوا لنا دم في المخ. لما مشينا مصر قالوا لنا ده ما دام ما بتدعم العملية، ده اسمه التصلب اللي احنا بنعدي في المخ، ما عنده علاج، زي زول اللي عنده سكري ما عنده علاج، بس ياخد العلاج ده زي زول اللي عنده سكري ويصبر. يعني هو قاعد تاني ما رجعنا. عنده أدوية بياخدها ثابتة كل شهر أو كل بياخدها كل شهر والله، لكن طولنا ما ودينا، بس الشريط تكمل بنجيب ليه شريط صدع، بنجيب ليه سبرين من الدكان. طيب انت عندك كم ولد من الاولاد؟ عندي 2 ولدين. 2 ولدين؟ آه. في مراحل، واحد بس المفروض يتخرج السنه دي ان شاء الله.
أيوة، والتاني ما قريت، عندي تالتة وتانية سنة اللي بيتخرج ده قرر شنو؟ جمارك. اها جمارك اي السنة لكن الأخيرة. السنة الأخيرة قالوا بعد تتخرج في شنو كده بقرا اسمه تصعيد، والله ما فاهم الحياة زي دي، 6 شهور ولا كم كده حتى بعد ذاك يخرجون. يقدم، قال لقى شغل هو زوجي كان شغال شنو قبل ما يوصل؟ أعمال حرة اها أعمال في حرة. ترحيلات الأبيض حقت السوق الشعبي والرهد والنهود وكده. حصل له حادث معين ولا؟ لا لا والله، بس ماشي هناك في فجأة الشغل ده بدون شعور وقع كرعينه، ما شالوا انه جابوه لينا. من 2014. آه، ما خلينا به هنا قريب 2 سنين، ده اخر شيء ودونا مصر. قابلته مصر، في مصر مرة واحدة. مصر مرة واحدة ادونا مدة 6 شهور وقالوا لنا تعالوا راجعين، ما راجعين. كنتوا ساكنين هنا أصلا في البيت ده ولا رحلتوا في البيت ده جديد؟ لا لا، ساكنين هنا اصلا. انا بنتي في تانية داري منها 95، موقفنا من الدراسة لها شهر. تانية جامعة، تانية سنة. تانية ثانوي. ها آه. امتحنا شهادة ثانية السنة الجاية. آه. يعني عندك 2 بيجروا، واحد في الثانوي، واحدة في الثانوي، وواحد حيتخرج السنة دي، وواحد آه. ما دخل خالص. واحد ما دخل بعد اتخرج ده بخش ده. اها آه. امتحن الشهادة السودانية وقاعد. آه. قاري لا قاري خراطة في فني. فني، قاري في المعهد الصيني، وقاري كم شهر في اليرموك والله بقول شنو. يرموك. آه. وقدمنا لل في جامعة السودان لكن ما ربنا ما سعى، بعد دفعنا 2000 التسجيل تاني ربنا ما هون لأنه ما في قروش والحال شوية صعبة. طبعا يقال أن لكل من اسمه نصيب، والحكيمة هي حكيمة في إدارة بيتها وإدارة ظروفها. وبتقول لي قبل شوية إنه منتظرة الأول يتخرج عشان بعد ذاك تدخل الثاني. هو في دراسة فنية وعنده ابنة في السنة الثانية ثانوي، وامتحنة السنة الجديدة الشهادة السودانية. خلال الفترة دي هي تكافح لأنه توفر أكثر من حاجة، توفر الدواء الشهري، رسوم المقابلات لزوج محتاج إنه يقابل الدكتور لمدة 5 شهور، عندها التزامات تجاه البيت. وأعتقد الموضوع محتاج صبر وحكمة. يعني الإنسان مهما يتكلم ووصف الحالة ما بكون زي الشخص المعايشة. أنتوا محتاجين تجوا قريب وتشوفوا لتدرج الناس متحملة عشان تقدر تعايش ظروفها بحكمة وبثبات. انت بتشتغلي شنو يا الحكي؟ والله انا شغال بشتغل وش بعو صابري في مناسبات، بقطع طعميه، بعوز كسره عصيده رهيفه، انا هي شغاله قاعد اشتغلها. وهو كنت مع مره شغاله ايس كريم، هي عندها الديفريزر انا ما عندي. بجيب الفواكه بخلط وبعبي وباخد عده وصاف بشيلهم في جامعة ام درمان الاسلاميه ببيع. اها يعني كنت بديها الحاجه البسيطه، هي قالت لي لا الا النص وبعدك تدفع الكهرباء، بس اختلفنا في دي خليت. يعني مبدئيا انت في تشتغلي على حسب المواسم. يعني مثلا في موسم رمضان زي الهسه ده آه. تعوسي ابري وتبيعيه. آه. في لا ما ببيع. مثلا الزول عنده عجين بيكو يسويه، انا بعوس له الجربل ب 2000. اها انت بتعوسي بس. اه اها ما عندي امكانيات اشتري حياته كده. طيب بعوس ب 2000 في غير رمضان. فغير رمضان هي شغاله بشتغل، وكنت هو شغال سكينين في جامعه النور والله متصرفه والحمد لله، لكن ما اسمع عندي دي فريزر. اها واختلفنا. ما عندك الحته اللي بتجمدي فيها الايس كريم. اه طيب لما الجامعات تجهز الجامعات لو اجهزت يعني نمشي شارع النيل. نعم تبيع الايس كريم في شارع النيل. ووقفتي تجاره الايس كريم من 200؟ والله وقفتها من شهر 8. شهر 8. آه. وتحولت. بس اختلفنا. بقيت تعملي شنو طيب؟ والله كنت هو شغال ابريو من رمضان ده جل ابريو وقف. وبس غايته الحمد لله. انت بتعرفي تشتغلي شنو طيب؟ والله برضو قاري خبايز. اها بتعرفي تعملي الخبايز.
خدت كورس اخدت كورس باشا هايني عندي شهادتين 200، اخدت الكورس والله، ما عارفة اخدت بتين، قلت لك هذه الشهادة عندي يعني ممكن اوريك اليوم. يعني بتعرفي تشتغلي انا المخبوزات؟ هي حاجة بشتغلها، الدنيا دردرتني حاجة بشتغلها. الحمد لله. هاي طيب الحكيمة انت بتعرفي تشتغلي شنو؟ يعني اذا الخيرين هسه اللي بيشوفونا ديل قالوا حابين يدعموكي بمشروع، انت تقدري مشروع يكون ثابت بالنسبة لك، يدخل لك قروش تطلع منها مصاريف الاولاد ورسوم دراستهم والله ورسوم المقابلة. انا درالي دي فريزر، حفاظة مربع مات طويلة وسكر، بس ممكن اشتغل. وما شاء الله العيال جاية، اصل رمضان ده اصل اللي اشوفه 4 يوم. يعني يلا في الشتاء بشتغل كيكة، اي شيء ببيعها في الجامعة، فطيرة. تشتغل المخبوزات برضو، تشتغل الفطاير والكيك بعملي ده في الصيف، في الشتاء. في الشتاء اها بعمل، انا بمشي والدهنة وبعمل بالخضار وبعمل بالجبنة وبعمل باللحمة المفرومة وكده، بيشتروها يعني ما قاعدة. لقيت لي مناسبة عملت شاهي جبنة، عايزين عواسة طعمية بعمل لهم برضو. من الأسئلة، عندك أولاد، واحد في ثانوي، واحد في الجامعة، واحد لسه بيت في ما دخل. تالتة وواحدة في تانية، تانية سنة والتالتة رسوم مدفوعة، دفعت رسومه إلا الصغيرة دي، ولا صغيرة؟ الصغيرة دي كان جت التحويلة بعيدة الغرية، مواصلة سيدار 2500، حولتها هنا في مدرسة خاصة خلوها لنا ب 250، بس داري من أنا 95، ال 95 لا شهر ما مشى. هنا المواصلات هنا قدام 400 بتوديها بتجيبها، لقيت حق فطور قدام، لقيت حق فطور بتاخد الدرس بتجي بتفطر في البيت، تجي ترجع تفطر نهاية اليوم. لا لا بتجي 3 4 ما حسب يعني الظروف، هي عارفة في حق فطور بنديها، ما في حق فطور بتجي زي الساعة 3 4 مساء بتفطر في البيت. يعني بعد ما اليوم يخلص تيجي تفطر في البيت. اي هي هسه السنة الجاية ممتحنة الشهادة السودانية، اي امتحان علمي ولا أدبي؟ ادبي زي ما سمعتوا وشفتوا دي القصة باختصار شديد لكل أهل الخير والخيرين اللي حابين يدعموا حالة أختنا الحكيمة، والخير في أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. الأحلام بسيطة والاحتياجات بسيطة، هي عندها فكرة لمشروع، إنها تعمل لها مشروع بتاع إيس كريم، سكر، حفاظة بتاعت موية، وتلاجة تبرد فيها الإيس كريم وتبيعه. أعتقد ما في أبسط من كده ولا في أسهل من كده لكل اللي حابين يدعموا حالة أختنا الحكيمة. تواصلوا مع إدارة البرنامج، إدارة البرنامج توصلهم لحد البيت ويصلوها بنفسهم ويقيفوا على حالتها. وان شاء الله يا الحكيمه لما نجي المره الجايه نلقى مشروعك قام ان شاء الله، ونزورك في مكان المشروع ذاته ان شاء الله. ان شاء الله الحكيمه ده مبلغ بنقدمه لك نحن من قناه الشروق، عسى ولعل تقدري تعملي بيه مشروعك الخاص وتوفري منه الاحتياجات بتاعتك الشهريه واليوميه والادويه اللي بيحتاجها زوجك. وإن شاء الله أهل الخير موجودين ويقدروا يدعموك بالمشاريع، مشروع المخبوزات والفطائر والمعجنات، وحتى تقدر تشتري ثلاجة. والمرة الجاية إن شاء الله نلقاك بمشروعك ونزورك في المشروع إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله ربنا وهني أنا قناة الشروق، وربنا يفتح عليهم ويفتح عليهم يدهم من جميع المحتاجين، وربنا يوسع عليهم، وبشكرهم كثير، وكل سنة وانتم طيبين. أنت طيبة. الله يسلمك. مساحتنا ليوم الليلة وحلقتنا كانت من مدرمان الثورة مع أختنا الحكيمة برفقة زوجها المصاب بالتصلب اللوحي المتعدي للمخ اللي أدى إلى جلطة كاملة تسببت في الشلل، بتسكن في بيت ورثة وعندها عدد من الأبناء في مراحل دراسية مختلفة متعسرة
يدفع الرسوم الدراسية، زوجها 5 شهور ما قابل طبيب وأدويته مقطوعة لحد يوم الليلة. نسأل الله سبحانه وتعالى إنه يعينها ويثبتها على جهاد الحياة، وتقدر تكافح ظروفها وتعمل بجد واجتهاد، وإن شاء الله المبلغ البسيط المهدى من القناة ده يقدر يعمل لها مشروع. لحد ما ألاقيكم في حلقة جديدة، مع كل الود والتقدير، في أمان الله.